بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب والطالبات الأعزاء، اليوم إن شاء الله خلال هذا الفيديو راح نكتب أول كود برمجي لإلنا باستخدام لغة الجافا. طبعا إحنا في الفيديو السابق تعرفنا على لغة الجافا، وقلنا هي من اللغات اللي جدا مهم إنه إحنا نتعلمها لأهمية هذه اللغة وانتشارها بشكل كبير عندنا بين المبرمجين. وقلنا كمان انه اهم خاصية عندي للغة الجافا انه هي independent platform، انه انا بكتب الكود مرة واحدة بعد هيك قادرة اطبقه على الويندوز على اللينكس، انه ما بيعتمد عندي على الاوبريتنج سيستم. اليوم ان شاء الله رح نبلش نكتب اول كود برمجي. طبعا رح ناخد هو المثال اللي موجود عندنا في الكتاب، وهو مثال جدا بسيط انه احنا بدنا نكتب هلا برنامج بلغة الجافا، بس يطبع لنا انه ويلكم تو جافا بروجرامينج. تمام. هلا نرجع تاني عنا على البرنامج اللي احنا رح نستخدمه. طبعا زي ما احنا قلنا انه البرنامج اللي احنا رح نستخدمه هو النت بينز، وسميناه هو الاي دي اي، ان هو البيئة اللي انا بستخدمها للبرمجة باستخدام لغة الجافا النت بينز. قلنا ما بقتصر عندي البرنامج فقط على النت بينز، ممكن في اكليبس، ممكن في جول ستوديو، وفي غيرهم كتير كمان. فاحنا قلنا اول خطوة انا هلا عشان ابلش اكتب بالكود اللي عندي، قلت انا لازم انشئ بروجكت. تمام. اذا اول خطوة عندي انه انا انشئ بروجكت، قلت في عندي طريقتين لانه انا من خلالهم بقدر انشئ بروجكت. قلت يا اما عن طريق هذه الايقونه الصفراء او عن طريق فايل نيو بروجكت. تمام. طبعا بعد هيك انا راح اختار عندي هنا جافا، راح اختار جافا ابلكيشن نيكست. طبعا انا هنا نرجع تاني نقول انه انا شو بدي اسمي هذا البروجكت. تمام. قلنا غير هيك عندنا هاي اللوكيشن انه هذا البروجكت وين راح بيكون محفوظ. طبعا انا لو بدي اغيره عن هذا المكان ممكن اغيره. فأنا هنا بدي أقول مثلا سميه نفس المرة اللي فاتت، نسميه هلو بروجكت. تمام. طبعا شوف أنا لأنه عاملاه قبل هيك، طبعا فإجاني أنا هنا أحمر إنه البروجكت فولدر already exists، إنه هنا هذا الاسم موجود قبل هيك، فنخليه نسميه بس هيك هلو. فهيك خلص هيك تمام، ما إجاني أي خطأ. كمان أنا هنا من المرة اللي فاتت قلنا أول حاجة عنا هذا الاسم، تاني حاجة قلنا عنا هذا إنه هذا المشروع اللي أنا راح أشتغل عليه وين راح بيكون محفوظ. في عنا هنا شغلة هي باي ديفولت، يعني هي بشكل افتراضي بتكون معلمة، بكون عليها تشيك إنه كرييت ميني كلاس. هذه شو معناتها؟ معناتها إنه أنا لما أنشئ البروجكت، هو لأن أنا هلأ عملت تشيك على هذا الخيار، فهو راح ينشئ لإلي كلاس، وهذا الكلاس راح بيكون اسمه هلو بروجكت. تمام. فانا هلا اضغط فينيش، فراح بلاقيه هلا انشا لي كلاس وسماه نفس اسم المشروع. تمام. لانه انا ضغطت على هذيك، عملت تشيك على الكرييت من كلاس. قلت هلا انا وين كل كتاباتي بتكون، قلنا كل كتاباتي بتكون داخل هذا الكلاس. هلا نرجع تاني نقول انه انا هلا ما بدي اكتب على هذا الكلاس، انا قلت هلا البروجكت عندي فيه له الباكج، هلا هذا هالباكج، الباكج بكون فيه الكلاسز اللي انا بدي اكتب فيها. هلا لو بدي اعمل انا كلاس جديد، قلنا ممكن اجي هنا على هالو بروجكت واضغط كليك يمين واعمل نيو جافا كلاس، او ممكن عن طريق هاي الاشاره البيضاء اضغط عليها، اضغط اختار جافا كلاس واعمل نيكست. هلا نرجع تاني، انا هلا شو عملت؟ انه اول حاجه انشات البروجكت. لما انشات البروجكت انا عشان انا عملت كرييت ميني كلاس، هذيك عملت عليها تشيك علمتها، فهو باي ديفولت انشا لي كلاس وسماها نفس اسم البروجكت. هلا انا ما بدي اشغل على هذاك الكلاس، بدي انشئ كلاس جديد. قلت انا عشان انشئ كلاس جديد يا اما بضغط على هاي الاشاره البيضاء او بضغط على البروجكت كليك يمين وباختار نيو جافا كلاس. تمام. هلا انا بدي اسمي الكلاس اللي عندي، طبعا هو باي ديفولت بيكون مختار لي اسماء يعني من عنده. هلا لو انا بدي اسمي الكلاس تبعي مثلا بدي اسميه فيرست كود مثلا، في عنا بقول لي انه في بعض المعايير اللي احنا لازم ناخذها بعين الاعتبار، او يعني هذه معايير متعارف عليها بين المبرمجين. لما انا بدي اسمي الكلاس، يعني انا بدي اعرف الكلاس تبعي هذا شو اسمه،
من أهم هذه الشغلات إنه الاسم الكلاس يبلش عندي بكابيتال لتر، تمام؟ اسم الكلاس يبلش عندي بحرف كابيتال لتر. هلأ هو على فكرة بزبط أنا لو ما كتبت سمول لتر، لكن الستاندرد أو المتعارف عليه بين المبرمجين إنه الكلاس يبلش عندي بكابيتال لتر، تمام؟ هلأ أنا قلت بدي أسمي الكلاس تبعي first code. هلأ first code عبارة عن كلمتين. فتاني شغلة إنه ممنوع مثلا أنا هاي بدي أكتب هلأ first، تمام؟ بدي أعمل space هاي code، فرح يجيني إنه the class name is not valid، تمام؟ ليش؟ لإنه spaces ممنوع، ممنوع أنا أعمل spaces عندي بين كلمة والتانية، تمام؟ فأنا هلأ رحت شلت space. هلأ بما إنها كلمتين فأنا قلت اللي هو ببلش عندي في capital letter، في حال كان عندي أكثر من كلمة فأنا بخلي أول حرف من كل كلمة capital letter، فعشان هيك أنا خليت الأف هاي عبارة عن capital letter، هي الكلمة الأولى خليت أول حرف منها capital letter، عند الكلمة الثانية كود السي هنا الأول حرف منها خليته capital letter. طبعا أنا هنا بقول لي إنه هذا الكلاس موجود عندي في الهالو بروجيكت، تمام؟ وشو الباكج اللي موجود فيه، تمام؟ فإذا أول حاجة بدنا نعرفها إنه أنا هلأ كل كتاباتي بتكون عندي داخل الكلاس. الكلاس هذا أنا لما بدي أسميه بدي أسميه اسم معبر عن الشغلة اللي أنا بدي أعملها، يعني أنا هلأ بدي أكتب أول كود فكتبت first code، تمام؟ قلنا متعارف عليه بين المبرمجين إنه الكلاس ببلش عندي بكابيتال لتر، أوكي؟ لو كان عندي اسم الكلاس أكثر من كلمة، أول حاجة ما بنفع أحط بيناتهم spaces، ما بنفع أحط بيناتهم مصدر يعني أحط مسافة، ما بينفع كمان او لا للتوضيح كمان بنخلي اول حرف من كل كلمه كابيتال، تمام؟ كمان بعد هيك رح نتعرف لما ننتقل على الكتاب انه نشوف هذه الشغلات بشكل مفصل اكثر، انه برضو اسم الكلاس انا ما بينفع يبلش عندي برقم، يعني انا مثلا هنا اجي احط قبل الفيرست مثلا احط 7 رح يقول لي انه هذا غلط، the class name is not valid. لا، لانه ليش؟ لانه ما بينفع يبلش برقم. كمان ما بينفع احط اي رمز قبل ابلش فيه، الرموز الوحيدة اللي مسموها عندي هي الأندرسكور والدولار ساين، تمام؟ احنا اول حاجة نركز عليها انه الكلاس نيم يعني نتعود انه نبلشه بحرف، وهذا الحرف يكون كابيتال لتر. ممنوع في حال كان عندي اكتر من كلمة انه اخلي بيناتهم سبيسز، في حال كان عندي اكتر من كلمة بخلي اول حرف من كل كلمة كابيتال لتر، تمام؟ هلأ رح اضغط فينيش، تمام؟ فإجا عندي هلأ الكلاس، فعندي احنا اول حاجه هلا اجاني حاجه انها public class first code، تمام؟ هلا قبل ما نبلش نفوت بالكلاس وانه احنا بنكتب الاكواد البرمجيه عندي او الاوامر البرمجيه عندي داخل الكلاس، نلاحظ شغله انه عندي في بعض الاسطر عندي هنا جايه بشكل رمادي، ويعني واضحه انها مثلا يعني طالع هنا اسمي مثلا موجود ما له علاقه يعني بانه اكتب الكود هلا البرمج بلغه الجافا، تمام؟ فشو هذه الشغلات هذه اللي بشكل باللون الرمادي؟ هذه الجمل اللي موجودة عندي باللون الرمادي هي بنسميها الكومنتس أو بنسميها التعليقات. هلأ شو هاي الكومنتس أو جمل التعليقات؟ هاي الكومنتس أو جمل التعليقات هي عبارة عن جمل توضيحية. شو يعني جمل توضيحية؟ هذه جمل يعني أنا مثلا هلأ بشغع هذا البرنامج، بعد هيك في واحد تاني بيشغل عليه بعدي، فأنا بدي أكتب جملة توضيحية لإله إنه مثلاً أقول له هاي الجملة أنا استخدمتها لأخزن مثلاً شغلة معينة في المتغير X، تمام؟ فهذه الجمل يعني أنا برضو ممكن أكتب فيها عربي، تمام؟ فهذه الجمل هي جمل ما بيتم تنفيذها من خلال كومبايلر، يعني أنا بكتب فيها اللي بدي إياه، تمام؟ فمثلاً هلأ لو بدي أكتب، طبعاً إحنا نرجع تاني نقول إنه أنا بستخدمها للتوضيح، مثلا انا وحدا بنشتغل على نفس المشروع، لو بدي اوضح له انه هذه الشغله انا استخدمتها لكذا او انت كمل على كذا، فانا هاي عندي هاي الكومنتس قلنا بنسميها او بنسميها التعليقات، وقلنا هذه التعليقات ما بيتم تنفيذها من خلال الكومبايلر، تمام؟ هلا هاي التعليقات في لها شغلتين، انه انا ممكن انا هلا بقول لي انا عشان اكتب جمله تعليقيه قال لي في عندي انه انا ابلشها بعني تو باك سلاشز، عندي انه اعملها بهاي الاشاره مثلا بدي اكتب اسمي على سبيل المثال، اوكي؟ هلا لو انا نزلت سطر وبرضه بدي اكتب شغلات ما لها علاقه رح يجيني هلا انها ايرور، وكمان غير هيك صار عندي انها لون انه مفروض هيكون امر برمجي، تمام؟ انه انا هلا قلت اي شغله رمادي
في شغلة ما بيتم تنفيذها، يعني أنا بكتب فيها اللي بدي إياه، يعني الكومبايلر بشوفها بغض النظر عنها، يعني أكتب فيها أنا حرة اللي بدي إياه. لكن هو هلأ شو بقول لي، إنه هاي التعليقات ممكن في إلها طريقتين، لأنه أنا أعرف الكومبايلر أقول له إنه هاي شغلات لأ أنا كتبها لإيه للتوضيح. قال لي في عندي شغلتين، لما أنا أكتب التو باك سلاشز، لما أكتب استخدم هذا الرمز، فأنا قادرة أكتب خلال هذا السطر كل أي حاجة بدي إياها، أي كل لون الرمادي. لكن لما أنزل تحت زي هنا صار عندي إيرور، لأنه هو شو بقول لي إنه هاي التو باك سلاشز إنه أنا بستخدمها لأنه أكتب تعليق في سطر واحد، تمام؟ لكن لما أنزل على سطر لا. هلأ لو بدي أكتب تعليق بأكتر من سطر، قال لي لا في إلها إشارة تانية إنه بعمل هاي التو الباك سلاش وفي عندي إشارة الستار، تمام؟ فأنا ألاحظ إنه هلأ صار كله لونه رمادي. لكن أنا هلأ بدي أوكي بدي أنزل وأقول له أنا خلصت هلأ هذا بعمل عندي الباك خلص هي، تمام؟ أنا لحظة لما أنزل راح هو أكمل عندي نهاية التعليق، تمام؟ فأنا هلأ نفهم إنه أنا في عندي أوامر، في عندي جمل، هذه جمل ما بيتم تنفيذها، هي عبارة عن جمل توضيحية بسميها الكومنتس أو جمل التعليقات اللي أنا بكتبها للتوضيح لشغلة معينة. في لها طريقتين للكتابة، في إنه أنا أستخدم هذا الرمز عندي هذا الـ two back slashes، وهذا قلنا بستخدمه لأنه عندي في جمل بكتبها للتعليق بس هاي بتكون في سطر واحد فقط، أو إنه بستخدم عند الباك سلاش هاي وستار وعند هنا ستار والفورورد، لكن هاي بكتب فيها أكثر من سطر. يعني أنا هلا أوكي لو أنزل عادي ما في أي مشكلة، تمام؟ فإذا هذا هو أول حاجة كانت عنا، إنه في الشغلات هاي اللي لونها رمادي، هي عبارة عن عطول نشوف شغلة لونها رمادي، هذه شغلة ما رح بيتم تنفيذها من خلال الكومبايلر، الكومبايلر بشوفها عطول ما بينفذها. أوكي نرجع هلا تاني للكلاس اللي عنا، قلنا المثال اللي موجود عندي إنه أنا بدي أكتب برنامج يطبع لي عبارة Welcome to Java Programming، تمام؟ هلأ إحنا قلنا أنا عشان أكتب هلأ باستخدام الجافا بننشئ بروجكت، جوا البروجكت هذا طبعاً هو باي ديفولت بيكون عندي باكج، جوا الباكج هذا رح بيصير أنا أعمل كلاسز، يعني أنا كل كتاباتي داخل هذا الكلاس، تمام؟ طبعاً إحنا أنشأنا كلاس تاني. هلأ شغلة تانية بدنا ننتبه عليها قبل ما بلش أكتب، إنه أنا هلأ أنا طبعاً الكلاس الثاني اللي أنشأته سميته First Code، طبعاً عرفنا أساسيات إنه أنا كيف أسمي الكلاس اللي عندي. فنلاحظ إن هنا شو الامتداد تبعه دوت جافا، تمام؟ هلأ هو هنا اسمه First Code دوت جافا، طبعاً امتداده دوت جافا، فالاسم اللي هنا اللي امتداده دوت جافا لازم يكون هو نفسه اسم الكلاس. يعني أنا لو هنا مثلاً أشيل الإي رح بيصير عندي Error، تمام؟ لازم يكون عندي هنا نفس الاسم اللي دوت جافا هو نفسه الاسم للكلاس، تمام؟ إيه هلا بابليك كلاس، احنا طبعا قلنا كتاباتنا كلها بتكون داخل هذا الكلاس. إيه طبعا لاحظ انه هنا بابليك وكلاس هذه من الكلمات المحجوزه، طبعا احنا قلنا انه في عندنا في الجافا بعض الكلمات المحجوزه، قلنا هذه الكلمات المحجوزه هي كلمات انا ما محجوزه عند الكومبايلر، هذه الكلمات أنا ما بنفع أستخدمها. يعني أنا هلأ ما بنفع أجي مثلاً لما أنشأت كلاس أروح أسميه كلاس ونفس الإشي small، لأ ما بينفع لأنه هذه الكلمة خلاص محجوزة عند الكومبايلر. هلأ public class، public طبعاً بعد هيك راح بتكون واضحة لكم أكثر، هي إلها علاقة بإنه مين بقدر يشوف هذا الكلاس أو من داخل أي package أو البروجكت نفسه. إيه فعندي هلأ public class وبنسمي بعد هيك الكلاس. طبعاً public class هلأ هذا اسم الكلاس، الاسم اللي عرفنا فيه الكلاس. في عنا الكلاس دايماً إله هاي الكيرلي braces، إنه في إله هاي الأقواس المتعرج اللي هي عبارة عن جواها أنا هلأ بكتب الأوامر البرمجية، تمام؟ فعنا أول حاجة عنا public class وبنسمي هنا الكلاس. قلنا عنا الكيرلي braces. طبعا شغله كتير مهمه انه احنا احيانا يعني لما خصوصا لما تكتبوا هلا بعد هيك جمل برمجيه كتير انه بعضكم بنسى قوس او هذا، طبعا بصير عندي ايرور. هلا كيف اعرف انه انا في عندي اتاكد من الاقواس؟ بضغط على كل قوس. هلا القوس هذا لقيته تعلم عندي بالاحمر، معناته انه التذكيره لإله مش موجوده، فانا برجع اعمل هاي التذكيره لإله، تمام؟ كمان شغله كتير مهمه كتير كتير انه لازم نعرف انه الجافا بسموها case sensitive language، بسموها
لغة حساسة للحروف. شو يعني لغة حساسة للحروف؟ يعني نلاحظ أنا هنا كاتبة public class كلها small، لكن أنا هلأ لو رحت مسحتها ورجعت كتبتها ال P كتبتها capital letter راح صار عندي غلط، تمام؟ فإذا نرجع تاني نقول إنه الجافا لغة حساسة للحروف، بمعنى إنه الكابيتال بفرق عندي على السمول، تمام؟ فإذا public class ننتبه إنها كلها سمول. بعد هيك قلنا هذا الكلاس أنا اللي سميته first code، اللي بنسميه الكلاس ببلش عندي بحرف كابيتال. في حال كان عندي أكثر من كلمة ممنوع أحط بيناتهم spaces، لكن بخلي كل حرف من أول كلمة capital letter، تمام؟ قلنا نرجع نأكد على قصة الكيرلي بريسز للكلاس، قلنا لما أضغط عليه ولاقي بالأصفر يعني إنه الكيرلي بريسز تمام، موجود عندي الفتحة والتسكيرة لإلهم، تمام؟ هلا إحنا مطلوب منا في هذا المثال إنه أنا أطبع ويلكم تو جافا بروجرامينج، تمام؟ هلا ما إحنا عند الكومبايلر لما أنا أعمل ران، يعني انا ممكن اكون كاتبه كل الكود عندي صح، لكن في شغله حسب ما الكومبايلر يعني حسب كيف بيشتغل عند الكومبايلر انه ما يتنفذ عندي الكود مع انه كتبه كله صح. ليش؟ لانه الكومبايلر عندي اول ما بعمل انا ران بروح على حاجه اسمها المين ميثود. اذا في عندي هلا انا الاشي الكبير عندي الكلاس، تمام؟ هلا داخل الكلاس بقول لي انا عشان يتنفذ الاوامر البرمجيه اللي انا كتباها لازم يكون عندي حاجه اسمها مين ميثود، لانه الكومبايلر اول ما انا اعمل ران هو بروح على المين ميثود وبينفذ الاوامر البرمجيه اللي داخلها. يعني انا هلا قبل ما اكتب الجمله اللي رح بيتم من خلالها طباعه ويلكم تو جافا بروجرامينج بدي اروح اعمل هذا المين ميثود. هلا المين ميثود هاي كيف بتم كتابتها؟ طبعا زي ما قلنا انه عندنا الجافا لغه سنسيتيف لانجويج، لغه حساسه للحروف، فبالتالي انا لازم اعرف انه كل الكابيتال والسمول بيفرق كثير عندي. انا هلا البي زي قبل لو كتبتها هلا كابيتال راح بيكون عندي غلط. فهلا المين ميثود هاي انا كيف بكتبها؟ قال لي public static void main. طبعا بفتح قوسين عندي فيه string args، وبعد هيك بدي اعمل برضو curly braces، تمام؟ طبعا كمان احنا نلاحظ هنا انه انا لما كتبت الكلاس هنا عندي tab وعملت main method. قلنا المين ميثود هي عبارة عندي public static void main string للargs. طبعا هاي الشغلات هي كل واحدة منهم إلها دلالة معينة، لكن لقدام ممكن توضح لإلكم أكثر. هلأ الإشي اللي بدي أفهمه أنا إنه أنا في عندي لازم يكون في عندي حاجة اسمها هي main method أو هي دالة أو طريقة. هذه ليش تكون موجودة عندي؟ لأنه أنا مجرد لما بدي أنفذ البرنامج مجرد ما أعمل ران الكومبايلر، وين بيروح الكومبايلر؟ بيروح على المين ميثود هاي وبنفذ الأوامر البرمجية اللي داخلها. نفس الشغلة هنا قلنا هي عندي هدول كلهم كيس سنسيتيف، قلنا في إلها الكيرلي بريسز. يعني أنا هلا لما أعلم على الكلاس إنه الكلاس في إله كيرلي بريسز هيعلمني على البداية والنهاية لهذا الكلاس. داخل هذا الكلاس في عنا المين ميثود، برضو المين ميثود إلها كيرلي بريسز. أنا لو بدي أعلم عليها برضو أعلم على الكيرلي بريسز هذا، فهي هنا بين لي البداية والنهاية لهذا لهاي المين ميثود، تمام؟ فإحنا قلنا هلا الأوامر البرمجية اللي أنا بدي أنفذها راح بتكون عندي داخل المين ميثود، تمام؟ كمان للترتيب أكثر إنه أنا هنا أضغط تاب، أنا هلا بدي أكتب الأمر البرمجي اللي من خلاله راح بيتم طباعة اللي هي ويلكم تو جافا بروجرامينج، فأنا ما بدي أكتبها يعني للترتيب هي مش أكثر، ما بدي أكتبها على طول جنب هذا تحت الببليك بالضبط، لا بدي أعمل تاب. اوكي هلا هو بيقول لي انه في جمله ستاندرد او جمله متعارف عليها من خلالها بتم عمليه الطباعه اللي هي سيستم، نلاحظ انه الاس هاي كابيتال سيستم دوت اوت دوت برنت. طبعا البرنت في عندي اكثر من نوع لها، انا فبدي اختار هنا برنت لين. هلا خليني اكتبها معكم
هنا بدي أرجع system.out.println بفتح قوسين لإلها، وعشان ما أنسى في عندي حاجة اسمها semicolon هاي طبعاً، هنا سوري ناسيتي. إذا هلأ المطلوب مني إنه بدي أعمل الجملة اللي من خلالها رح بيتم طباعة welcome to java programming. تمام؟ قال لي إنه في جملة متعارف عليها وجملة ستاندرد بيتم استخدامها للطباعة اللي هي system، وننتبه إنه الأس هاي capital system dot out out هاي لأنها عبارة عن out، وفي يعني في شغلات إنه إحنا بنستخدم فيها system dot in هي بتتم من خلالها عملية إدخال، لكن هاي عملية إخراج، فأنا بكتب system dot out dot print لين هاي البرنت اللي رح بيتم من خلالها الطباعة. طبعا في لها هاي الأقواس، طبعا هلا برنت لين هاي بتم لين هاي جاية من لاين، لأنه هاي البرنت لين شو بتعمل؟ إنه أنا شو بدي إياها تطبع، تطبع وتنزل سطر، تمام؟ فهي برنت لاين، فبرنت لاين هاي بتطبع اللي أنا اللي بدي إياه وبتنزل سطر جديد. في شغلة جدا مهمة عندي هي قصة هاي السيمي كولون، إنه أنا هلا بكتب هاي السيمي كولون ومن خلالها بعرف الكومبايلر إنه أنا الجملة البرمجية انتهت عندي، لكن لو أنا هلا بدي أشيل هاي السيمي كولون بصير عندي هلا إيرور، ولو قربت أنا هلا هاي الإشارة الحمراء ممكن توضح لإلي شو هو الإيرور، فبقول لي إنه السيمي كولون إكسبكتد، يعني ممكن هو أحيانا بعطيني هينتس إنه شو الأغلاط اللي موجودة عندي، فهو بيقول لي إنه هنا لما أنا قربت على هاي الإشارة الحمراء فبقول لي هنا إنه سيمي كولون إكسبكتد، يعني هو بتوقع إنه الغلط إنه في عندي أنا ناس السيمي كولون، فأنا لازم أحط السيمي كولون. فلازم دائما أي جملة برمجية لازم أنا أنهيها بالسيمي كولون، أقول عشان من خلالها الكومبايلر رح يفهم إنه أنا الجملة انتهت عندي، تمام؟ فإذا هلا أنا الجملة الستاندرد المتعارف عليها لأنه أنا أقدر أطبع عندي السيستم هاي، قلنا دوت أوت هاي لأنها هي جملة هاي للأوتبوت، قلنا في أحيانا نكتب سيستم دوت إن في حال كان أنا بدي اليوزر يدخل عندي قيمة، دوت برنتلين اللي هي أنا هاي اللي رح بيتم من خلالها الطباعة، تمام؟ هلا دوت برنتلين هلا أنا داخل هاي الأقواس بدي أروح أكتب شو بدي أنا يطبع. طبعا هلا الشغلة اللي أنا بدي أطبعها دائما بما لو كانت نص بالذات لازم أحطها هلا بين دبل كوتيشن، تمام؟ فأنا رح أضغط على هنا إجت عندي هلا إشارة الدبل كوتيشن، بين الدبل كوتيشن أنا بدي أكتب شو الشغلة اللي أنا بدي أطبعها. طبعا هو قال لي إنه هو بدي يطبع ويلكم بدي أطبع welcome to java programming، تمام؟ فأنا هلأ هاي welcome to java programming رحت حطيتها بين double quotation لأنها عبارة عن نص وأنا بدي أطبعه، لكن هلأ لو أنا بدي أشيل double quotation وبدي أطبع welcome to java programming رح بيصير عندي error. ليش؟ لأنه هاي welcome to java programming قلنا نص، أي شغلة أنا نص وبدي أطبعها لازم أحطها بين double quotation، تمام؟ طبعا انا هلا بدي انفذ هذا البرنامج او بدي اشوف وين راح يطبع عندي ويلكم تو جافا بروجرامينج، قلنا في عندنا اكثر من طريقه انا من خلالها ممكن انفذ هذا البرنامج، قلت ممكن اضغط كليك يمين واعمل رن فايل، او ممكن اضغط على هاي الاشاره الخضراء، تمام؟ فانا هلا بدي اضغط كليك يمين واعمل رن فايل، فهي طبعا عندي هنا ويلكم تو جافا بروجرامينج هنا طبعها على الكونسول، فهنا إجاني إنه build successful وقديش استغرق وقت، تمام؟ فإذا هي هاي إنه أنا كيف ممكن أستخدم كيف أعمل طباعة على جملة معينة. إذا أول حاجة عندي إنه أنا بدي أعمل class، عرفنا كيف أعمل class، يا إما باجي على البروجكت نفسه كليك يمين بعمل new جافا كلاس، او هاي الاشاره البيضاء وبعمل جافا كلاس. قلت كيف انا بدي اسمي الكلاس، قلت انا لازم الكلاس يبلش عندي، ما يبلش عندي برقم، في بعض الشروط عندي قلنا المتعارف عليه بين المبرمجين انه يبلش عندي بحرف كابيتال، قلنا دائما يكون اسم الكلاس اسم معبر، قلنا في حال كان الاسم عندي اكثر من كلمه ما بعمل بيناتهم سبيسز، بخلي اول حرف من كل كلمه كابيتال، تمام؟ وقلنا دائما ما انسى الكيرلي بريسز هاي الاقواس المتعرجه للكلاس.
قلنا عشان انا هلا لو معنيه بشغله معينه تتنفذ لازم يكون في عندي المين ميثود، تمام؟ لانه قلنا الكومبايلر اول ما اعمل انا رن فهو بروح على المين ميثود والشغلات اللي فيها بيتم تنفيذها. فقلنا هاي هي الصيغه الى المين ميثود public static void main string args. وطبعا قلنا له نفس الشغله الكيرلي بريسز، قلت انا اتاكد انه الكيرلي بريسز عندي موجوده بالشكل الصحيح انه بضغط على الكيرلي بريسز هلا لا الكلاس اتس اوكي اصفر يعني موجود الفتحه والتذكيره لإلهم. المين ميثود نفس الشغله عندي هنا لما ضغطت على الكيرلي بريسز اتلون عندي باللون الاصفر يعني تمام انه موجود عندي الفتحه والتذكيره لإلهم. فكمان شغلة قلنا هلأ الجملة اللي عندي متعارف عليها للطباعة أو جملة ستاندرد اللي هي system.out.println. قلنا println هاي شو بتعمل؟ قلنا بتطبع هذا الجملة اللي موجودة عندي وبتنزل سطر لين هاي جاية من line إنه بتطبع الكلام اللي موجود عندي وبتنزل سطر. قلنا الشغلات اللي بدنا ننتبه عليها مدام انا بدي اطبع نص، هذا النص لازم اكون انا حطاه بين دبل كوتيشن. شغله ثانيه قلنا كل جمله برمجيه انا لازم شو انهيها؟ لازم انهيها بسيمي كولون حتى يفهم الكومبايلر انه انا الجمله انتهت عندي، تمام؟ هلا لو انا بدي اعمل جمله ثانيه مثلا اوكي مثلا بدي اكتب سيستم، نرجع ثاني نكتب سيستم قلنا الاس كابيتال دوت اوت لانه قلنا هي عباره عن اوتبوت دوت برنت لين. قلنا بفتح القوسين عندي وهلا عندي السيمي كولون. هلا لو انا بدي اطبع خمسه ما صار عندي ايرور، ما حطيتها بين دبل كوتيشن، تمام؟ لانه الخمسه هاي عباره عن مش سترينج، يعني انا ممكن هلا اوكي اعمل رن فايل وهي طبع لإلي الخمسه، تمام؟ كمان الخمسة هاي ما طبعها جنب الويلكم تو جافا بروجرامينج. ليش ما طبعها جنب ويلكم تو جافا بروجرامينج؟ لأنه قلنا البرنت لين هاي أصلا أنا لما أستخدمها كيف هي بتعمل؟ راح طبعت ويلكم تو جافا بروجرامينج بعدين نزلت سطر طبعت الخمسة، تمام؟ لأنه البرنت لين تطبع وبتنزل سطر. كمان شغلة أنا مثلا هلأ عشان أوضح الفرق كمان بين الدبل كوتيشن وغير دبل كوتيشن، أنا لو بدي أكتب هلأ 5 زائد 6 فهو شو رح يطبع لي؟ فهنا رح نلاحظ انه هلا اول حاجه طبع لي ويلكم تو جافا بروجرامينج اللي هي انا حطيتها بين دبل كوتيشن. هلا في المره الثانيه طبع لي 5 زائد 6 طبع لي 11. هلا ليش طبع لي 11؟ لانه اصلا انا هنا شغله مش انا مش حطاها بين دبل كوتيشن فهي عمليه حسابيه بنفذها، لقدام رح نتعرف عليهم اكثر. لكن لو انا رحت عملت دبل كوتيشن وبين الدبل كوتيشن حطيت 5 زائد 6 فهو رح يطبع لي 5 زائد 6، تمام؟ فاذا إيه احنا بدنا نكون عارفين انه اي شغله انا بكون معنيه فيها اطبعها زي ما هي حتى لو كانت عمليه حسابيه انه انا بدي احطها بين دبل كوتيشن، تمام؟ فاذا هو هذا الشيء. كمان شغله كمان للترتيب انه انا دائما اضغط كليك باليمين واعمل فورمات هو راح بيرتب لإلي الكود. انا لاني يعني التزمت بالترتيبات اللي عندنا انه انا هنا مثلا البابليك ما بكتب هلا المين نفس على نفس اللاين نفس المحاذاه للبابليك، لا بعمل تاب. كمان هلا الجمل البرمجيه اللي بدي انفذها بكتبها داخل المين ميثود، انا ما بكتبها على نفس المحاذاه للبابليك، لا بعمل تاب. هلا لو انا ما كنت عامله مثلا هنا تاب وارجع اعمل فورمات رح يعملها هو لحاله، تمام؟ فدائما انا بعد ما اكتب الكود يعني حتى لو ما التزمت بالتاب اعمل كليك يمين واضغط فورمات فهو لحاله رح بيرتب لعندي الكود، تمام؟ فاحنا هلا لو نرجع تاني على الكتاب ونرجع على الملاحظات على هذا الكود، فاذا هو نفس الكود اللي احنا قلنا بدي انا اعمل كود انه انا من خلاله اطبع ويلكم تو جافا بروجرامينج، تمام؟ فهذا هو الكود اللي هو كتبه وراح بيعلق على كل سطر، تمام؟ هو كمان راح بتشوفوا بعد شوي هو بيعطي كل سطر رقم معين حتى لو كان هذا السطر فاضي، يعني هنا اوكي هذا السطر فاضي لكن اعطاه رقم مثلا 3 لانه لما بيعمل الكومنتس او بيعمل تعليقات على كل سطر بناء على الرقم، تمام؟ فهلا البرنامج هذا اللي من خلاله تم طباعه ويلكم تو جافا بروجرامينج فهو بيقول لي انه هذا البرنامج رح يطبع عباره الترحيب.
فبقول لي من هذا البرنامج في شغلة احنا لازم ننتبه لإلها، واحنا قلنا واحنا لإلها قبل شوي، انه في بعض الحروف احنا كتبناها سمول، بعض الحروف كتبناها كابيتال، وهذا بيعني انه الحروف الكبيرة عندي بتختلف عن الحروف الصغيرة، يعني الكابيتال عندي بيفرق عن السمول، تمام؟ ولهذا احنا قلنا انه الجافا هي عبارة عن sensitive language، هي لغة حساسة للحروف، بالتالي الكابيتال والسمول بيفرق عندي، تمام؟ فانا لازم اكون منتبهة جدا للكابيتال والسمول، تمام؟ فمثلا بقولي انه الحاسب راح بيفرق بين سام، هي الاس فيها كابيتال، وسام الاس سمول، لانه احدهما ببلش بحرف كابيتال والاخر حرف سمول. يعني انا لما هلا اكتب على البرنامج سام، اعرف مثلا متغير اسميه سام هنا والاس كابيتال، واحد سام سمول، كل واحد متغير مختلف عن الاخر، تمام؟ فاذا هنا احنا نرجع نقول انه الجافا لغه حساسه للحروف، يعني الكابيتال فيها بيفرق عن السمول. طبعا احنا هنا نرجع تاني نشوف، هو ان اول في السطر الاول كان عنده هذا الشكل، كان مكتوب هو هيك عنده في السطر الاول ويلكم وان دوت جافا. طبعا احنا نرجع تاني هنا اللي هو جمله من جمل التعليق، تمام؟ هي عباره عن كومنت ستيتمنت، والهاي الجمل التعليق بيتم اهمالها اثناء ترجمة البرنامج وتنفيذه، فهي جملة غير تنفيذية، تمام؟ زي ما احنا قلنا هنا لما انا كتبت هنا وعملت هاي هذه الاشارة وصارت عندي باللون الرمادي، قلنا هاي جمل تعليق، هاي جمل غير تنفيذية، قلنا كومبايلر ما بينفذها، وهي احنا بنكتبها جمل للتوضيح، تمام؟ فاحنا قلنا هاي الإشارة على جمل التعليق، في عندي هاي انه ممكن استخدم هاي الإشارة، وان هذه الإشارة من خلالها انا بكتب تعليق فقط لسطر واحد، اوكي؟ هلا لو انا بدي اكتب جمل تعليق اكثر من سطر قلت بستخدم هاي الإشارة، تمام؟ في عندي انه بستخدم هاي وستار، وعندي هنا بنهيها برضو بستار والسلاش، فهاي في حال كان عندي تعليق لاكثر من سطر. برضو عندي هنا نفس الشغلة، هنا في عنده خلال هذا الكود كان مكتوب هنا first program in Java، طبعا كتبها بعد two backslashes، هي عبارة عن جملة تعليق. طبعا احنا هلأ بقولنا انه كيف ببلش عندي البرنامج. البرنامج عندي ببلش اول حاجة قلنا ببابليك كلاس، بعد هيك عندي هو بقولي ببلش عندي بتعريف كلاس، بعد هيك اعطائه اسم انه انا بدي اعرف اسم هذا الكلاس، تمام؟ طبعا زي ما قلنا الكلاس هاي تعتبر من الكلمات المحجوزة، البابليك هاي كلمة محجوزة والكلاس هاي كلمة محجوزة، قلنا شو يعني الكلمات المحجوزة؟ قلنا هاي كلمات محجوزة عند الكومبايلر، فبالتالي انا ما بنفع استخدمها كايدنتيفاير، قلت ما بنفع اجي واسمي الكلاس تبعي كلاس كمان نفس الاشي، اسميها كلاس بنفس الاسم بنفس الطريقة هاي، او اسميها بابليك، لانه هاي قلنا لا كلمات محجوزة انا ما بنفع استخدمها، تمام؟ فاذا عندي اول حاجة عندي في لما بدي ابلش اكتب كود بدي اكتب انا قلت داخل الكلاس، الكلاس في عندي بابليك كلاس، هاي كلمات محجوزة. بعد هيك انا بدي اعطي هذا الكلاس اسم، انا بدي اعطي الكلاس هذا اسم معرف او ايدنتيفاير لإله، فهو بقول لي انا كيف ممكن اعطي هذا الكلاس اسم؟ فبقول لي انه الاسم ممكن انا استخدم فيه الحروف اللي هي من A to Z، كابيتال وسمول، والارقام من 0 ل 9، وطبعا ممكن استخدم فيه الرموز اللي هي الاندرسكور والدولار ساين. فهو بقول لي هناك في بعض الشروط او في بعض المعايير انا لازم انتبه لها لما بدي اسمي هذا الكلاس او اعطي اسم معرف لهذا الكلاس، انه الكلاس عندي يبلش انه يبلش بحرف، ممنوع يبلش برقم، زي ما قلنا لو انا حطيت لما شفنا انا لو حطيت قبله اي رقم طبعا بصير عندي ايرور، قلنا لا يحتوي على مسافه فارغه، زي ما برضو شفنا لو انا الكلاس عندي كان الاسم له اكثر من حرف فانا ما بنفع احط بيناتهم، سوري كان اسم الكلاس عندي اكثر من كلمه فانا ما بنفع احط بيناتهم سبيسز، لا قلت ما بشيل السبيسز بخلي اول حرف من كل كلمه كابيتال، زي هنا نفس الشغله عندي هنا اسم الكلاس اكثر من كلمه فخليت اول حرف من كل كلمه كابيتال، فعندي الاس هنا كابيتال والسي كابيتال والان عندي هنا كابيتال. طبعا قلنا نرجع ثاني انه ما يكون من اسماء المحجوزه، هلا راح بنمر عليها على السريع، يعني ما بنفع قلنا البابليك كلاس هاي اسماء محجوزه عند الكومبايلر، فانا ما بنفع اسمي الكلاس عندي بابليك او اسميه كلاس،
كمان إنه يكون اسم معبر ما بيحتوي على أي حروف أو علامات خاصة، قلنا العلامات الوحيدة اللي أنا ممكن أستخدمها هي الأندرسكور والدولار ساين. طبعاً من الأمثلة على الشغلات الصح اللي أنا ممكن من خلالها أسمي الكلاس عندي هي مثلاً welcome one، تمام؟ حتى لو أنا هنا استخدمت أرقام it's okay، أنا هنا بقدر أستخدم الأرقام ما دامت عندي الأرقام مش في بداية اسم الكلاس. يعني أنا ما بينفع هنا أقول one welcome، لا one welcome هذه غلط، الرقم مسموح لكن ما يكون عندي في البداية. كمان عندي هنا dollar sign value، اوكي انا ممكن ابلش بالدولار ساين. عندي هنا underscore value، في عندي هنا اوكي برضو انا ممكن افصل بيناتهم بالاندرسكور. الاندرسكور دولار ساين من الرموز اللي انا ممكن استخدمها. لكن من الامثله الغلط عندي انه انا اسمي فيها الاسم المعرف او الاسم الكلاس اللي هنا 7 button، طبعا هنا غلط لانه انا قلت ما بنفع ابلش برقم. اوكي بنفع استخدم الرقم لكن ما يكون الرقم عندي في البدايه. طبعا هنا عندي input field، هذه ليش غلط؟ لانه هنا عملنا بيناتهم space، عملنا بيناتهم مسافة، قلت انا ما بعمل بيناتهم مسافة، لا اوكي بخليهم اوكي فيها الاسم اكثر من كلمة، بخلي اول حرف من كل كلمة capital. نرجع كمان تاني هنا انه هنا في ليش هذا الاسم غلط انه انا اسمي فيه اسم الكلاس، لانه هنا بيحتوي عندي على اشارة البلاس، قلت انا الاشارات الوحيدة اللي مسموحة عندي هي الدولار ساين والسوري الاندولار ساين والاندرسكول، اي رمز ثاني انا ما بقدر استخدمه. كمان هنا في عندي غلط اسمي بابليك لانه احنا قلنا بابليك هي من الكلمات المحجوزه، تمام. هنا من بعض الامثله على الكلمات المحجوزه، قلنا هي الكلمات المحجوزه قلنا محجوزه عند الكومبايلر انا ما بقدر استخدمها، تمام. احنا ان شاء الله راح نكمل شرح أكثر بهذا المثال في فيديو آخر. يعطيكم العافية شباب وصبايا وبالتوفيق.